بنقول ايه في يوم زي ده؟ بنتكلم الاثنين 8 مارس 2021، هذا اليوم المميز للمرأة في العالم كله، مش بس المرأة المصرية. كل سنة وكل أم وكل فتاة بخير يا رب دايما، ودايما كده بتدي نوع جميل ما بين المزيج بين القوة والحنان للعالم كله مش بس لأسرتها. صباح الخير يا كريم عليك. صباح الفل عليكي، وبما ان انت سفيرة المرأة المصرية في 10 الصبح في الأهلي، بقول لك كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل ست في مصر طيبة، كل أم وكل أخت وكل زوجة وكل ابنة وكل زميلة وكل جارة وكل امرأة وفتاة مصرية، يعني من قديم الأزل وعبر التاريخ وعبر الزمان، وخصوصا في الأوقات الصعبة لازم تكون دايما بتسيب بصمة، وبصمة لا تخطئها العين. أنا مبسوطة إن احنا بنسمع الكلام ده من رجل مصري أصيل حقيقي. التقدير شيء يعني بيكون في غاية الأهمية، وكمان بيدي كده دفعة جميلة لأي امرأة، لأن هي خلينا نقول الحقيقة والواقع بصراحة، هي دايما بتكون شايلة على كتفها حمل كبير جدا. طبعا الراجل ليه دور عظيم جدا، ولكن الأم بيبقى ليها أدوار أخرى ومختلفة، وزي ما بنقول كده الحمل الثقيل بيكون على ظهرها. خليني اقول لحضراتكم، طبعا بمناسبه اليوم ده احنا خصصنا كل الفقرات الحديث عن المراه، معانا 3 فقرات النهارده هتبقى عن المراه والرياضه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، فقره عن الفتيات هم مصورات في ساحات الملاعب، فقره اخرى عن النساء في عالم الكره هيكون معانا اسراء عوض لاعبه كره قدم، وفقره مع الكابتن شريهان سامح كابتن النادي الاهلي منتخب مصر سابقا للكره الطائره، وحاليا هي عضو اللجنه المؤقته للاتحاد المصري للكرة الطائرة. جميل جدا ان احنا نسمع يعني كلام زي كده، او ان في سيدات مصريات وصلوا لبوزيشنز او لمراكز زي كده حقيقي. طبعا تاني نرجع ونقول كل سنة وكل ست مصرية بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال، يا رب كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وبسعادة. ده طبعا بيكون يوم يعني بنحتفل من خلاله بمناسبة مهمة جدا، والحقيقة ما ينفعش نكون ان احنا حصرينها على يوم واحد بس، حتى في مصر بصفة خاصة، يعني احنا العالم كله بيتعامل على ان الشهر بالكامل بيحتفل من خلاله بالمرأة في كل دول العالم، لكن احنا عندنا في مصر دايما في ناس كتير ما تعرفش عن الشهر ده غير يوم 21 مارس اللي هو عيد الأم. فلا الحقيقة دي فرصة عظيمة ان احنا نحتفي ونحتفل بالمرأة المصرية في كل مكان، ونحتفل بإنجازاتها وبتضحياتها. زي ما كانت نواند بتقول لحضراتكم من شوية، هي فعلا طول عمرها حمالة أسية وطول عمرها سند يعتمد عليه، وبالمناسبة في كتير جدا من الأسر المصرية السند الحقيقي فيها هي الست ومش الراجل لاعتبارات كتير او لاسباب مختلفه. فالست المصريه طول عمرها بتتحمل حاجات صعب تلاقوا اي ست تانيه في العالم تستحمل كواليتي الضغوطات دي، يعني حتى صح. لو مش نفس الكم بس النوعيه نفسها، لا الست المصريه جدعه. خلينا نلخص كل ده، فعلا ست جدعه. صحيح. ويمكن زي ما كريم قال احنا هننتهز اليوم ده النهارده علشان نعيد على كل النساء في العالم كله، ولكن كمان اكيد هنبقى عايزين ان احنا نقول يعني رساله، او يعني خلي ما زي ما بيقولوا كده ايه، نوري حضراتكم قد ايه المراه قدرت ان هي كمان تحصل على حقوق في هذه الدوله. انا هتكلم بقى عن مصر تحديدا، مش هتكلم عن العالم كله، لان احنا بنتكلم في مصر، وعام 2020 تحديدا هو عام حصول المراه على حقوقها، ولو هتكلم تحديدا القانونيه والسياسيه، يعني احنا بنتكلم في انجاز حقيقي بيتم على ارض الواقع، مش بس فكره دعم هنا معنوي، لا في حاجه على أرض الواقع بتتم. ولازم خلينا كده نبدأ يا كريم ونقول سبب أصلا التسمية واختيار اليوم ده ليه. خليني أرجع مع حضراتكم بالتاريخ شوية، العام 1856 كان في مظاهرات للعاملات في المصانع في أمريكا، كانوا خرجوا معترضين على ظروف العمل هناك ونجحوا إن هم يغيروا القوانين. وقتها تم الاحتفال باليوم القومي للمرأة بقى في أمريكا، ده لأول مرة كان يوم 8 مارس عام 1909. خلينا نقول تحية للعاملات والنساء بشكل عام، واليوم العالمي للمرأة. خلينا النهاردة كمان نقول حاجة في غاية الأهمية، لما تيجي تتكلم كده بقى عن القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم نقول له شكرا على الاهتمام بدور الست المصرية والحفاظ على حقوقها، وحرصه كمان على تكريمها دايما والاهتمام بإنصاف الست المصرية، ده واقع مش كلام. وكمان في دراسة تمت للقوانين، قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، اللي الرئيس دايما بيقول أنا أكبر منصف للمرأة المصرية. تخيل لما انت تبقى في دولة الرئيس بيتحدث بهذه اللغة، فأكيد أكيد في أوضاع كتيرة جدا بتتغير وبتتبدل، وده بيأثر في النهاية على الثقافة المصرية. فتحية كبيرة جدا يعني سيادة الرئيس، تحية كبيرة جدا لأي شخص حقيقي بيدعم فكرة هنا تغيير القوانين وتحسين حياة المرأة المصرية. والحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال في أكتر من مناسبة وفي أكتر من احتفالية، لوحت بشكل ما فيهوش مساحة يعني ان انت ما تاخديش بالك منه، فعلا تقدير واحترام يعني في منتهى
الجمال من السيد الرئيس للفتاة المصرية، المرأة المصرية العاملة، اهتمامه بقضايا المرأة، اهتمامه بالغارمات، يعني في ملفات كتير قوي بتأكد انه فعلا في اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية بالمرأة المصرية. طبعا النهاردة فرصة عظيمة عشان نحتفي بالمرأة وبإنجازاتها وبتضحياتها في مختلف دول العالم، وبطبيعة الحال في مصر تحديدا زي ما كنت بقول لكم من شويه، طبيعه المراه المصريه بتختلف الى حد كبير عن سيدات العالم كله فيما يتعلق به ان هي حماله اسيه بالمعنى الحرفي للكلمه. عشان كده كمان للمره الاولى في تاريخ مجلس النواب بيشهد تواجد 142 سيده ضمن مقاعد القوائم والفردي وايضا التعيين. ده طبعا حصل امتى؟ بعد اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور السيده والمراه المصريه في المجتمع، بعد ما كان مخصص لها 10 مقاعد فقط في البرلمان تم التعديل الدستوري في 2014 لتتحقق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، على أن يخصص ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة المصرية، وكان عدد السيدات في برلمان 2015 لا يتعدى 90 سيدة فقط. كمان لازم نتكلم عن نجاح المرأة في مجال الرياضة اللي فرضت في نفسها بمنتهى القوة على مدار التاريخ. يمكن في الرياضة المصرية والعالمية بنجد سيدات وفتيات حققوا إنجازات عديدة تم تخليدها في سجلات المسابقات الرياضية في مختلف الرياضات، فتحية للمرأة في كل مكان في العالم. حلو جدا النقطة بقى اللي انت ذكرتها هنا، المكاسب السياسية زي ما كنت بقول لحضراتكم في البداية، في مكاسب قانونية، في مكاسب سياسية، في مكاسب اجتماعية، في مكاسب يعني خليني اقول توعوية. ولكن لو هنتكلم بقى تحديدا عن البرلمان زي ما كريم ذكر كده، احنا بنتكلم من 95 سيدة تقريبا كانوا في عام 2015 او برلمان 2015 لدلوقتي 142 في برلمان 2020. ده دل على شيء يدل على يعني دعم القيادة السياسية وفكرة تغيير الثقافة في مصر، ده شيء عظيم جدا. خليني بقى ارجع معاك للتاريخ، اصلا امتى المراه اخذت حق الترشيح والانتخاب؟ ده كان في دستور 1956 اصلا، يعني قبل هذا التاريخ ما كانش المراه لها اي دور ولا كانوا بيعترفوا فكره ان هي ترشح نفسها او ان هي تنتخب او غيره. فمن سنه 1956 بدات المراه المصريه الحصول على حقوقها، وبالتالي طبعا تدريجيا مع مرور السنوات بدات في الحصول على المزيد والمزيد من الحقوق، حتى وصلنا دلوقتي ان احنا 142 في برلمان 2020 يعني سيدة. فحاجة أكيد، وده غير خلي بالك كمان الوزيرات في الوزارة طبعا. يعني برضو ما شاهدناش هذا الكم من السيدات اللي أثبتنا يعني شديدة. نفسهم يعني بمنتهى الفعالية، مش مجرد يعني إيه منصب وخلاء كل واحدة فيهم على حدة عاملة شغل 10 على 10 الحقيقة. تحية كمان للوزيرات المصريات، حي كل سنة وانتم طيبين ودايما كده بتقدموا لمصر يعني المزيد والمزيد من التقدم. خليني بس كمان بما احنا ذكرنا كده أمثلة نرجع برضو لرائدات مصريات ما ينساهمش أكيد التاريخ. لو هنتكلم مثلا عن أول عالمة ذرة، تخيلوا حضراتكم أول عالمة ذرة كانت مصرية، السيدة سميرة موسى، مثال رائع جدا. عندك كمان مفيدة عبد الرحمن وهي أول محامية، عندك كمان صفية زغلول وهي زي ما بيقولوا كده رمز الثورة، كان بتلقب بأم المصريين، يعني وأسامي كتيرة جدا، يعني هو مش بس اللي احنا ذكرناهم، أكتر من كده بكتير نساء فعلا يعني هيخلدهم التاريخ لحد هذه اللحظة وقدموا كتير جدا للمرأة المصرية. خلينا بقى ننتقل للرياضة زي ما كريم أنهى كلامه في الخبر اللي فات، ونتكلم هنا عن الرياضة والمرأة، وده عنوان يمكن احنا دايما بنكون حريصين ان احنا نشتغل عليه في 10 الصبح في الأهلي بشكل مستمر. بنهتم أكيد بإنجازات المرأة الرياضية، وبتكون كمان عندنا ضيوف كتير في الفقرات سيدات حققوا إنجازات رياضية، وزي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة معانا 3 فقرات هنتكلم مش بس على الإنجاز اللي وصلوا له، لا رحلتهم بقى كلها لغاية هذا المنصب.